هذه رسالة لك أنت أخت الغالية، لك أنت يا من وضعت صورة رمزية غير لائقة في حسابك، والله الذي لا إله إلا هو، كل من رأى هذه الصورة من الشباب أو من الفتيات وأنفتا بهذه الصورة، اعلمي أن لك وزر يوم القيامة وعذاب يوم تقفين بين يديه جل وعلا. فماذا تقولين لله جل وعلا؟ والله أختي الغالية إن هذه الصورة التي وضعتيها في حسابك لشخصية من الشخصيات أو الفنانات أو صورة عارية أو شبه عارية، ماذا تستفيدين منها إلا أن تفتنين الشباب؟ والله جل وعلا يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.